لإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع يسرني أن يكون معي في مركز الأخبار نائب جمال بو حسن عضو مجلس النواب. سيد بو حسن بداية أرحب بك. يا مرحبا يا مسهلا حياك في مركز الأخبار. سعادة النائب، يعني تم يوم أمس توقيع في القاهرة للدول يعني الأربع، مصر والبحرين والإمارات وجمهورية مصر، ذلك طبعا أتى بعد الرد القطري الغير إيجابي على المطالب 13 التي قدمتها هذه الدول الأربع. يعني أنتم كنواب في مجلس النواب البحريني وأصحاب تشريع، يعني ما هي قراءتكم لما جاء في مضمون هذا البيان من يعني توجه لهذه الدول الأربع ضد الرد القطري الغير إيجابي تمام؟ في الحقيقة يعني نحن نتوجس وطبعا ندعم بيان الدول الأربع، وكذلك يعني نشجب ونستنكر الرد القطري السلبي على المطالب العربية التي هي تصب في مصلحة الأمن القومي العربي وحماية الدول والأمن القومي العربي، وكذلك الحفاظ على اللحمة الخليجية والأمن والسلم في دول العالم، لأن الكل يعرف بأن قطر هي داعمة للإرهاب، وقطر اليوم تقف مع أكبر دولة تدعم الإرهاب ألا وهي إيران. فبالتالي المطالب التي 13 التي تقدمت بها الدول الأربع مطالب مشروعة ومطالب للأسف تمت الموافقة عليها من قبل قطر في عام 2014. وقعت قطر على هذه المطالب ولكنها لم تلتزم، فبالتالي تشدد قطر اليوم بأنها مطالب غير عادلة وتمس السيادة القطرية، إنما هي ضرب من الوهن في الحقيقة، ونحن يعني نقف مع الدول الأربع. يعني في سياق ما ذكرت سعادة النائب، قطر دائما ما تعتمد في وصف مطالب الدول يعني الداعمة لمكافحة الإرهاب أنها غير واقعية، غير قانونية، غير قابلة للتطبيق، مع العلم أن هذه المطالب هي يعني تتوافق مع كافة المواثيق الدولية. ما في شك بأنها مطالب تحفظ السيادة وتحفظ الأمن وتحفظ السلم والعلاقات بين الدول، ولكن قطر مثل ما قلت أنا قبل شوي بأنها تتشدق بهذه الأسباب، بأنها تمس السيادة القطرية وتمس الأمن القطري وتعتبر تدخل في الشأن الداخلي لقطر، ولكن من يقوم بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول هي قطر، ومن يدعمها مثل إيران وتركيا وإسرائيل. فيعني إحنا نرى بأن المطالب عادلة جدا وتحفظ العلاقات بين الدول وتضع حد للتدخلات الخارجية من قبل قطر وغير قطر، أضف إلى ذلك تضع حد للتدخل الإعلامي القطري في الدول العربية جميعها، سواء ليبيا، مصر، البحرين، السعودية، سوريا، اليمن، كل هذه الدول قطر اليوم تتدخل فيها تدخل سافر في شؤون هذه الدول العربية. نعم، إذن النائب جمال بو حسن عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لتواجدك معي هنا في مركز الأخبار. يا مرحبا يا مسهلا، الله يحييك.